راح تنتخبين الدكتور سيف جنان؟ وين اكو واحد زين يرشح؟ اني كنت احبه واحترمه بس من رشح كرهته. هو ينصح وينطي محاضرات، من راح يفوز راح يصير عنده وقت. اذا رشحنا اصلا ما راح يفوز، واذا فاز ما راح يخلوه يشتغل. اني ما اعرف الدكتور، ما صدقت شفت رشح نزل من عيني. الصراحه انا خاف عليه منهم، هسه راح يسوي له قضيه ودعوه فساد حتى راح يستقيل. شوفوا لي يا حزب انضم، ما حد يدخل وما يفكر يستفاد، ماكو حد يفكر بخدمة الناس. هو اصلا اشتهر على مود يرشح، هسه اصلا مسوي هذا الفيديو حتى يرشح بعدين، هسه يفسد حاله حالهم. انت خابط هنا مشكل، اذا شخص زين بس يرشح ويفوز يتغير نهائيا. خلي يخدم الناس بالفيديوهات والمحاضرات، لا يدخل لعبة السياسة. وافرض رشحناه وفاز، شنو راح يقدر يقدمه؟ انا اخوي 20 سنة يريد ينتخب بس ابويا مقاطع الانتخابات. خاف اشترى مقعد، هو يريد يرشح بيا خبزه. هذا شكل زين، أنا أحبه ومعتبره قدوة، بس إذا فاز يخسرني. قبل شي يقولهم أول جلسة إيجابية الشباب، الله محبة، هي الانتخابات مزورة ما راح يفوز أصلا. هذا فقير مو قدهم ترى، الوزارات محاصصة ما راح يخلوه يصير وزير صحة. حتى إذا صار وزير صحة الأحزاب شنو راح تخليه يشتغل؟ أنا بالنسبة لي إذا فاز ما راح أرحمه بالتعليقات مال فيسبوك، يدور طشة. من شاف نفسه اشتهر قرر يرشح لأن عنده متابعين هواي، ما راح يسوي شيء، ما راح يخلوه يشتغل. كان عسكري كوبالو لك يا مر، اكثر كوبالو من مش. انا ما انتخبه، هذا ما يفيد ابد ابد. هاي يلزموه الاحزاب كلها راح يطردوه، لانه هو شغله زين كلها راح يستبعدوه، وما راح يصعد وزير صحه ابد. ومرحبا بكم يا اروع ناس، ما حد ينكر انه احنا عندنا ازمه في الثقه. بالمناسبه هذا كان مشهد تمثيلي ولا مرشح ولا شيء بهاي الدوره، هاي بس اوكي كل زين. نرجع لموضوعنا، عندنا ازمه بالثقه ما نلام عليها. ليش؟ لانه اللي مرينا به في هذا البلد طبيعي جدا انه بعد ما يكون عندنا ثقه. بعيدا عن هذا المشهد، إذا واحد زين حب أنه يرشح في يوم من الأيام، يعني زين فعلا فعلا هو زين، راح يفكر ألف مرة قبل ما يرشح، لأن يعرف الرد العام راح يكون شلون ما سمعنا بالتعليقات. أو إذا فعلا زين رشح وفاز، إحنا مش راح يكون رد فعلنا، ها دخل راح يفسد، راح يصير مثل الباقين، ها ما أعرف شنو ما راح يخلوه يشتغل، ومن هذه العبارات. ولا تتخيلون أنا كمعروف ما تجيني عروض من أحزاب معينة، توصل حتى لوزارة الصحة وغيرها. بس عوفونا هسه من القضية العامة والأزمة الثقة العامة اللي عندنا. مشكلة أنا كمحاضر في علم النفس الحديث أعرف أنه أزمة الثقة واصلة لحد أنه إحنا متزعزعة ثقتنا حتى بأنفسنا وبآخرين حولنا. يعني مثلا كم شخص أنت تعرفه في حياتك شاركت بأمور من ماضيك وذكرك بيها، شاركت بطباع فيك وجي يوم واتهمك بيها، شاركت بضعفاتك وزلاتك وجي يوم عيرك بيها، شاركت بأسرارك وساومك عليها، شاركت بفضل هو مسويه عليك وجي يوم طالبك بيه. فأنت شي صار بتتندم وتتألم وتتعظ، هاي الثلاثية، أتندم أتألم وثم أتعظ، يعني بعد ما أثقاني بأي إنسان وسلمت ثقة الواحد وخان هذه الثقة، بعد ما أحكي أسراري، بعد ما أطلع طباعي وماضية، بعد ما أحكي أحقب وحدي، راح أحقب وحدي بهذه الحياة. ومر يوم وإجا يوم وطرب وشفت لك إنسان وكتليت له الأول والثاني وحكيت له عن ماضيك وحكيت له عن ضعفاتك وحكيت له عن طباعك وحكيت له عن أسرارك، وكرر نفس الموضوع معك، خانك، سربها، أذاك، عيرك بيها، ذكرك بيها، أنت نسيت أول كذا، وترجع مرة أخرى تتندم وتتألم وتتعظ وتقول بعد أبداً ما أثق بأي إنسان، وتكررها بعد مدة بسيطة أو طويلة. خلوني أعرفكم على واحدة من طباع النفس البشرية، ألا وهي أنه نحن مخلوقات خلقنا للثقة، ومو مع الأسف، لا مو مع الأسف، يعني هاي التركيبة الإلهية الموضوعة بينا، نحن مخلوقات تحب أن تثق وتحب أنه الناس يثقهم بها، هاي طبيعتنا. صادفنا ناس ما كانوا قد الثقة، صادفنا ناس خانوا ثقتنا، صادفنا ناس جرحونا وأذونا وأهانونا بسبب الثقة اللي انطيناها إلهم وباقونا. أي نعم راح نصادف هيك ناس، لكن يوجد ناس تستحق الثقة، موجودة في طبيعتنا. يعني أنت ما راح تقدر
انه تشفى تماما من مرض الثقه، لان هي مو مرض، هي صفه جميله فينا وراح تظل تكررها. فاريد منك اولا لا تلوم نفسك من تكرر ثقتك باخرين ويخونوها، المشكله بيهم مو بك انت، انت مخلوق ان تثق بالاخرين. اثنين، اتمنى من كل قلبي ان يضع الله في حياتك ناس تكون اهل للثقه اللي انت تعطيها لهم، لانك انت تحتاج تفضفض، تحتاج تحكي، تحتاج انه تشارك حتى تشفى من وكل إنسان بينا حتى يشفى من الأمور المتراكمة في داخله. لذلك اليوم أتمنى أن ترجع تستعيد ثقتك، مو بالترشيح، وهاي تستعيد ثقتك بنفسك وبالآخرين قدر الإمكان، ولا تثق كليا ومطلقا إلا بالله المحبة. حبك حب جدا. سلامي بابا ماما كلهم سلامة. حيخليه يشتغل. كملنا. هي بس هاي هاي. بس نزل من عيني بدون هاي. بالنسبة لي أنا ما أنتخب الدكتور سيف جنان. أنت ليش تحكي علي يا حبيبي؟ انتخبوا الدكتور سيف. أي عفية عليك. ما حد مفكر يدخل وما مستفاد. ما حد أكو شيء اسمه خدمة الناس. ولا كلمة صح. خلي فيديوهات لا يدخل خدمة. الوزارات عبارة عن مصاحح المحاصصة. الوزارات عبارة عن مدى تجي. من ناوي تندار علي؟ اي هيك ندار علي يعني. من لا انت مو راسك تحط المايك. يعني فشلت. يلا طب واحد اثنين قول. بالنسبة لي ما انتخبه. انا بالنسبة لي ما انتخبه. لا انت انصدمت. هاي انصدمت. شنو هذا؟ لا عرفت انصدم. بس شنو هاك؟ يلا عليك. خلي يخدم الناس. لا هاي زين. لا حلوه حلوه بس حلوه. شيري دي هات. مش شيري دي. اذا فاز ما راح ما بالتعليقات الفيس. هاي شلون؟ هو اصلا اشتغل حتى يرشح للكاميرا لو الا؟ لا لا.